اخبار لربما تتحول الى صادمه حول حياه الاطفال في يوم ما لكن ذلك بالنسبه للليبيين اصبح واقعهم اليومي ادعت منظمه الامم المتحده للطفوله يونيسف جميع اطراف النزاع في ليبيا الى وقف الهجمات على المناطق المدنيه وابعاد جميع الاطفال عن الاداه وذلك تماشيا مع التزاماتهم بالقانون الدولي الانساني اليونسيف بحسب تقارير قالت أن أطفالا ونساء كانوا من بين 43 شخصا قتلوا في هجوم مرزق منبهة إلى أن قتل الأطفال أو تشويههم يعد أحد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في مرزق كما أن الهجمات العشوائية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وقد ترتقي الى جرائم حرب اليونيسيف دعت في وقت سابق لوضع حد فوري للعنف وابعاد الاطفال عن الاذى معربة عن قلقها من تغيير طبيعة النزاع بليبيا بعد تزايد وضع الاطفال واسرهم في خط المواجهة خاصة الاخيرة في طرابلس وهو ما يدق ناقوس الخطر هذا وادانت منسقة الشؤون الانسانية في ليبيا بالنيابة برونجير بويو اليوسفي بشده ما اسمته بالقصف المشين الذي يستهدف المدنيين والمدارس بمناطق الصراع المسلح في المناطق الغربيه الليبيه داعيه الى تحييد المرافق المدنيه وحمايه المواطنين، حروب انهكت اجساد الاطفال الغضه بالام التشرد والنزوح كما يواجهون اوضاعا انسانيه مؤلمه للعالقين داخل مناطق النزاع المشتعله بفوهات البنادق.